مشاهدي بي ان سبورتس، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه ليلى سماتي تحييكم مجددا ضمن موعدكم الاسبوعي العياده الرياضيه. اهلا بكم معنا ضمن هذا الموعد الرياضي الطبي الاسبوعي مع حلقه جديده ومحطات بالغه الاهميه. دعوني في البداية أذكركم بالعنوان البريدي الإلكتروني لبرنامج العيادة الرياضية سبورتس كلينيك @bnsports.net. في انتظار اقتراحاتكم دائما وتواصلكم مع البرنامج، برنامج العيادة الرياضية. هذه الحلقة ارتأينا أن نخصصها لإصابات الكتف والركبة وكم هي كثيرة، ولتسلط الضوء أكثر على هذين المحورين واللذان يتفرعان لمحاور عديدة، ارتأينا نستضيف الدكتور فيليب لوندرو رئيس قسم الجراحة اختصاصي إصابات الركبة والكتف في سبيطار. أهلا بك دكتور، ميرسي. مساء الخير، شكرا جزيلا على حسن الاستضافة. ولنتوقف وإياكم مع هذه الشخصية عند مسيرة هذه الشخصية الطبية الرياضية التي رسمت لنفسها مكانة ليس فقط على الصعيد الأوروبي بل على العالمي، الدكتور فيليب لوندرو في سطور مع أنيس محمد. يهوى الجودو، كرة اليد، الرجبي وكرة القدم، يعشق عمله ويسعى لإتقانه، نسبة نجاح عملياته مبهرة. إنه الجراح الدكتور فيليب لوندرو. لقد درس الطب في البدايات، تخصص في جراحة العظام ولم يترك للصدفة مجالا في تحديد اتجاهاته، بل ركز جهوده من أجل التميز. اشتهر بعمله في العديد من المستشفيات في فرنسا، خاصة كانت أو جامعية. مرت على يديه أصعب العمليات. هي مسيرة طويلة بدأت بعد أن أنهى دراسته للطب عام 89، ووصل الآن إلى أسبيطار ليرأس قسم الجراحة. في تفاصيل المسيرة وخطواتها العديد من النقاط والحروف وحتى الفواصل، لكنها كلها تصب في نفس الاتجاه وفي نفس المنحى. لا يقوم لوندرو بعمله في الجراحة فقط، بل يهتم بالبحث والتطوير. كان ولا يزال يواصل مهامه على طاولة الجراحة، وبالموازاة مع أبحاثه العلمية التي تهدف إلى إيجاد الحلول للعديد من الإصابات الرياضية، لأنه جراح العظام المختص في الإصابات الرياضية في الركبة، لأنه أيضا المختص في جراحة الكتف وفي جراحة المنظار، ولأنه الطبيب الذي يذلل المصاعب ويعيد الحياة للرياضيين فقدوا الأمل في العودة إلى الميادين. دكتور فيليب لوندرو، شكرا جزيلا لقبولكم دعوتنا مرة أخرى. بداية، حديثنا اليوم كما ذكرت في بداية هذه الحلقة سيكون لإصابات الكتف والركبة، وفي الحقيقة هذين المحورين يتفرعان لمحاور كثيرة، وكل محور يستحق حلقة أو يحتاج لحلقة. دكتور فيليب لوندرو، إصابات الكتف هي كثيرة، فيما يلخصها دكتور فيليب لوندرو بداية؟ هناك الكثير من إصابات الكتف، ومن الصعب أن ندخل في التفاصيل في حلقة واحدة كما تفضلت، ولكن نود أن نعطي للجمهور الكريم نبذة مختصرة حول هذه الإصابات. كانت هذه الإصابات، إصابات الكتف، غير معروفة بالمقابل أو المقارنة مع إصابات الركبة وما يسمى باللاتروسكوبي، وهي الطريقة الطبية التي تمكن من القيام بعمليات جراحية باستعمال المنطاد. وعلى مسألة الكتف طبعا معقدة، وخلال العشرين سنة الماضية تمكن الطب من استكشاف الكثير بفضل هذه التقنية الحديثة، تقنية المنظار على مستوى الكتف، وأيضا تقنية التصوير الطبي أو ما يعرف بالـ MRI، مكنت أيضا
الأطباء من التعرف على مختلف مشاكل الكتف. ولنفتح معك ملف إصابات الكتف، دعونا نتابع مع زميل أنيس محمد إصابات الكتف ماذا عنها؟ من الإرهاق الشديد إلى الحركات الخاطئة، تلك هي المسافة التي تقع فيها إصابات الكتف المتعددة، إصابات تستمد خطورتها من أهمية الكتف في جسم الإنسان. أهمية الحركية الدائمة بحكم ارتباطه بالذراعين ودورهما في الممارسة الرياضية، لكن هذه الأهمية قد تكون بصورة أوضح في بعض الرياضات دون غيرها، من دون وضع الرياضات الأخرى في خانة الاستثناء من إصابة الكتف أو حاجتها إلى أهميته. في كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة، التنس والتجديف، السباحة، المصارعة وحمل الأثقال، حيث الذراع أداة رئيسية والاستخدام دائم ومحوري، تتعدد إصابات الكتف لكنها تختلف من رياضة إلى أخرى حسب خصوصية الحركة في كل رياضة وكيفية الإعداد والتدريب اليومي فيها. في السباحة ينتشر التهاب العضلات الدوارة في الكتف نتيجة لتحريك الذراع بطريقة خاطئة، خاصة في السباحة الحرة. أما لاعب التنس فإن المشكلة لديه تظهر في إصابة عضلة تحت الشوكة، وفي اتجاه آخر يشكو الممارس لحمل الأثقال من التهاب مزمن للعضلة الثنائية الرؤوس، كما تتجه الإصابة لدى لاعب التجديف نحو التهاب العضلة المبطنة لعظمة اللوح، ويكون كتف لاعب الرمي في رياضات البيسبول ورمي الرمح أو القرص معرضاً لإصابة الخلع. هي حالات متعددة لإصابة واحدة في أوجه مختلفة، الوثي أو الخلع الناقص، الإجهاد والخلع، الانفصال، التهاب الأوتار، التهاب الأجربة، تمزق عضلات الكفة المدور إلى جانب الكسور والتهاب المفصل. حالات وأوجه تتعدد أسبابها وتتفاوت خطورتها. هي حالات تحتاج إلى سرعة التشخيص ومباشرة العلاج الذي قد يصل إلى غرفة العمليات للخضوع إلى الجراحة في بعض الأحيان. دكتور فيليب لندرو، تابعت معنا طبعا، حاولنا أن نلخص إصابات الكتف في هذا التقرير لكي نطرح ملف إصابات الكتف. دعنا نبدأ بإصابة خلع الكتف أو ما يعرف لليكساسيون دو ليبول باللغة الفرنسية. هي من الإصابات الأكثر شيوعا لدى العامة والرياضيين على وجه الخصوص. ماذا تقول في هذا الصدد؟ هذا صحيح، خلع الكتف هي أحد الإصابات الشائعة في العالم الرياضي، وهذه قد تحدث في مختلف الأنواع الرياضية. هناك أنواع رياضية نحتاج كثيرا لاستخدام الكتف، وقد يحدث أيضا هذا في كرة القدم، حيث قد يقع أو لاعب رياضي على الكتف أو يسقط على الأرض، أو أيضا تتم عرقلته من أحد لاعبي فريق خصم، ويأتي اللاعبون لزيارتنا عندما يصابون مرات متعددة بهذه الإصابة، إصابة خلع الكتف. علينا نقول بأن العلاج يعتمد على الترويض وعلى العلاج الطبيعي عندما يصاب أي رياضي بخلع الكتف، وعندما تتعذر فرص الشفاء فنحن نلجأ في آخر المطاف إلى عملية جراحية، ولكن الخطوة الأولى هي الترويض أو العلاج الطبيعي. بعض الرياضيين دكتور فيليب عرضة لإصابات متكررة، ما العمل؟ وهل يمكننا تجنب الجراحة دائما؟ هذا صحيح، عندما يصاب الرياضيون مرات متعددة فالعلاج كما قلنا يتطلب مجهود كبير، إما باستعمال تقنية المنظار أو لا، وأعتقد أن هذه التقنية ناجحة ولدينا نسبة نجاح تصل إلى 95%، وبإمكاننا أن نساعد الرياضيين للعودة لمضمار المنافسة. عندما نتحدث حول
الإصابات الأوتار أوتار عضلة الكتف هي تشكل خطورة وصعوبة أكبر، والمطلوب هو القيام بعمليات علاج فيزيائي أو ما يسمى بالترويض حتى يعود الرياضي إلى سابقاته. في الحقيقة دكتور فيليب لوندرو، وللأمانة الإعلامية العلمية أنت ساعدتني كثيرا في أنا وزميلي محمد كمال في إعداد هذا البرنامج من خلال وضعك كذلك لأسئلة، لأنه الموضوع متشعب ومهم وبالغ الأهمية ومحاور كثيرة، وبالتالي حاولنا أن نلخص في أهم المحطات. بينها كذلك هناك نوع آخر من إصابات خلع الكتف وهي تختلف عن سابقاتها، يتعلق الأمر دكتور فيليب لوندرو باتجاه عظمة الترقوة أو ما يعرف بلوكساسيو أكروميو كلافيكولير. ما هو الفرق بين الإصابتين، بين هذه والتي سبقتها؟ C'est important de faire la différence parce que من الهام أن نفرق ما بين الإصابتين على مستوى الكتف. عندما نقول خلع الكتف فهذا يتعلق بإصابة على مستوى المفصل الرئيسي للكتف. الكتف يتألف من مجموعة من المفاصل، وهذا ما يشكل تعقيدا على مستوى بنية الكتف. هناك مفصل آخر ليس المفصل الرئيسي، هو مفصل سطحي، وعندما يصاب الرياضي بخلع على مستوى هذا المفصل السطحي فقد تكون الأمور معقدة حتى يعود للمضمار. والعلاج في هذا على مستوى هذا الإصابة ربما لا نلجأ مباشرة إلى العمليات الجراحية، لأن العلاج الفيزيائي يعطي دوما نتائج جيدة وجد مشجعة، وكان الرياضي أن يعود إلى المنافسة. هناك ما يغطي الكتف أو ما يعرف بأوتار الكتف، كما يمكن أن نتعرض لما مثلا لالتهاب أو كسر، وهذه من الأمراض يعني الحديثة في عصرنا هذا، وهي موجودة مع تقدم السن دكتور فيليب. هل يمكن أن يعاني منها الرياضي كذلك؟ هذا صحيح، هذا يشبه أيضا قصة الشعر إن شئنا أن نتحدث بهذه المقاربة. والأوتار تلعب دور هام، والتركيبة التي توجد عليها الأوتار تشبه بعض قصة الشعر، لذلك نستعمل دائما هذه المقاربة، وهذا يؤدي إلى صعوبة في الحركة عندما يصاب الرياضي بهذا المشكل. والإصابات تنقسم كما تفضلت إلى نوعين، الإصابات بالنسبة للرياضيين والإصابات بالنسبة للأشخاص المتقدمين في السن، وبالنسبة لمن يستخدم هذه العضلات أو هذه الأوتار بشكل كبير يكون هناك التهابات على مستوى هذه الأوتار. بالنسبة للرياضيين قد يصابون بشكل مبكر لأنهم يعتمدون بشكل كبير على استخدام الكتف، ويستخدمون حركات مختلفة للكتف كما رأينا في الروبورتاج الذي قدمه زميلكم مشكورا. إذن الرياضيون يتعرضون دوما لحجم كبير من الإصابات عندما يتم استخدام هذه الأوتار بشكل كبير، يتم تسجيل التهابات أو أيضا قطع على مستوى هذه الأوتار. وهل تتعارض مع إصابات الكتف مثل هذه الحالة، هل تتعارض مع إصابات الكتف الأخرى؟ oui c'est très fréquent. هذا صحيح، هذه إصابات شائعة بشكل كبير، وأظهرتم في روبورتاجكم مختلف الأنواع الرياضية، مثلا رياضة البيسبول تعرف الكثير من هذه الإصابات، ولكن في هنا لا نشهد هذه الإصابات بشكل كبير. لكن في التنس، في رياضة كرة السلة وكرة اليد نرى هذه الإصابات بشكل كبير، وتعاد أو يتعرض الرياضيون للإصابات متكررة عندما يصاب نفس الوتر في مرات متعددة، فهذا يؤدي إلى إصابات طويلة المدى. إذن هذا هي إصابة شائعة.
نتابع دكتور فيليب مشاهدينا أينما كنت، نتابع بعض الإصابات، إصابات الكتف طبعا جهزها لنا زميلنا محمد كمال منتج هذا البرنامج، وترافقها بعض المعلومات حول إصابات الكتف. شكر موصول لزميلي محمد كمال منتج هذا البرنامج. دكتور فيليب، شاهدت بعض الإصابات حتى ومن خلال الصور فقط، يعني تعرفت عليها بالتأكيد. هذا صحيح، هذه حتى الإصابات الشائعة كما قلنا، وهذا اللمحة حول هذه الإصابات أظهرت التنوع الكبير. هناك إصابات على مستوى الأوتار، إصابات على مستوى ثبات العضلة، إصابات هي تكون في شكل التهابات، وإصابات على مستوى العضلات، عضلات الكتف. إن شئنا نلخص الإصابات على مستوى الكتف، هذا المفصل مفصل متحرك بشكل كبير بفضل الكتف، بإمكاننا أن نقوم بحركات كثيرة، والكتف يتحرك في اتجاهات مختلفة إن قارنا حركات الكتف بحركات الركبة. وإذا أردنا الحفاظ على صحة الكتف، حفاظ على حركية الكتف، وحفاظ بنفس الوقت على ثبات الكتف، لنتصور رياضيا يعتمد بشكل كبير ومتكرر على الكتف وعضلات الكتف، فنحن نفهم بشكل جيد صعوبة الحفاظ على هذه العضلة. وإذا لم يكن الإنسان منتبها فقد يصاب بإصابات قد تكون متفاوتة الخطورة، وننصح به دوما الوقاية والانتباه والحرص على صحة الكتف وعضلات الكتف إلى جانب الأوتار. دكتور فيليب، العضلة ذات الرأسين أو ما يعرف باللغة الفرنسية لبيسبس قد تتعرض للالتهاب أو القطع، كيف تفسر هذه المشاكل التي تتعرض لها هذه العضلة وكيف يتم علاجها؟ هذا وتر يتم علاجه بشكل دائم في مستشفيات الطب الرياضي، وهذه نوع أحد الإصابات الشائعة أيضا، ويتم استخدام هذا الوتر في كل حركات الكتف. قد يتعرض للالتهاب نظرا للاستخدام المكثف، وقد يتعرض لقطع جزئي أو كلي، وهناك إصابة أخرى واسمها غريب بعض الشيء، سلاب. وباختصار كما نعلم أن هذا الوتر يرتبط بالمفصل، وعندما يحصل مشكلة على مستوى الربط ما بين هذا الوتر والمفصل فتكون هناك إصابة. إذن قد تحدث إصابة على مستوى هذا الربط كما قلنا، وهذا قد يؤدي إلى إصابة. وهل ما يعرف باللطمة كما ذكرت أو ما يعرف بسلاب، هل شائعة كذلك، هل تحتاج إلى جراحة؟
Alors c'est très fréquent, c'est plus fréquent qu'on ne le croyait. هذه أحد الإصابات الشائعة وهي أكثر شيوعا مما كنا نعتقد في الوهلة الأولى وبالاعتماد على تقنية المنظار وما يسمى بتقنية الإمراي أيضا تمكن من علاج هذه الإصابة وعلينا نقول بأن هذه أحد الأمراض موضوع أبحاث ودراسات طبية مستمرة لإيجاد الحلول والعلاجات المناسبة والمواتية للتغلب على هذه المشاكل وقد تؤدي هذه الإصابة إذا لم يتم علاجها بشكل مبكر إلى مشاكل طويلة المدى أو مشاكل مدى الحياة بالنسبة للرياضي أو الإنسان العادي. دكتور فيليب لوندرو، الإصابات إصابات الكتف كثيرة، لكن ما هي الرياضات الأكثر التي المعرضة أكثر لإصابات الكتف، تتكرر فيها إصابات الكتف؟ alors on va dire au Qatar. نتحدث حول قطر. ما دمنا في قطر لنتحدث عن البيسبول، رياضة غير شائعة هنا، وكرة الطائرة مثلا. وفي قطر الأنواع الرياضية هي كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة والتنس، ألعاب القوى في بعض الأنواع أيضا. هناك انتشار لهذه الإصابة وأيضا في رياضات الجمباز، وعلينا أن لا نغفل كرة القدم. قد يتبادر للذهن في أول وهلة أن اللاعب لاعب كرة القدم بعيد عن الإصابات المرتبطة بالكتف، ولكن الحارس مثلا يستخدم الذراع بشكل كبير وهو معرض، وأيضا لاعب وسط الميدان ولاعب لاعب كرة القدم قد يسقط على الكتف ويصاب أيضا بأحد هذه الإصابات. وسأضيف إلى القائمة السباحين، ربما قد يعانون أيضا من هذا النوع من الإصابات وهم أيضا يحتاجون لعلاج. الكرة الرياضات القتالية دكتور فيليب لوندرو كالكاراتيه مثلا، ولدينا صورة سنشاهدها الآن، الكاراتيه يعني من طبعا كانت أثناء تغطيتنا للبطولة العربية للكاراتيه، راح يتابع معي دكتور فيليب كيف تعرض اللاعب للإصابة، وكانت في هذه في الخلع، خلع الكتف في هذه الحالة، ذكرني زميلي محمد كمان هنا الإسعاف بالغ الأهمية، عملية الإسعاف الأولى وهو رد الكتف إلى مكانه، هذا صحيح دكتور؟ نرى بوضوح على مقطع الفيديو أن هناك فريق طبي يأتي لإسعاف هذا الرياضي الذي تعرض لعملية خلع الكتف. الإسعاف الأول مهم، طريقة الإسعاف الأول مهم في هذه الحالة. صحيح، الإسعافات الأولية هامة جدا في هذا النوع من الإصابات. إذا كانت هناك إصابة على مستوى الكتف، خاصة خلع الكتف، يجب التدخل بشكل سريع، وإذا كان هناك أي تباطؤ فسيكون من الصعب لاحقا أن يتم معالجة الكتف وإرجاع الكتف إلى موضعه. إذن عندما يحدث أمر مشابه على أرض الميدان، فأنصح الرياضيين ألا يحاولون مساعدة زملائهم، وعليهم أن يتركوا المجال للطبيب أو الدكتور، أو إذا جاءوا مباشرة إلى السبيطار فسنساعدهم حتما. الكرة الطائرة كذلك إصابات الكتف كثيرة فيها. هذا صحيح، هذا نوع رياضي من الأنواع الرياضية التي تعرف انتشار كبيرا لهذا النوع من الإصابات. والجيدو أنا هذه رياضة أعرفها بشكل جيد، وكنت في فرنسا أهتم كثيرا بهذا الرياضة. وفي رياضة الجيدو هناك الكثير من الإصابات التي يتعرض لها الرياضيون، وهي عبارة عن صدمات، وأيضا بنفس الشكل في رياضة
كرة الطائرة، ونرى هنا أيضا في ألعاب القوى ورياضة قفز بالسانة نرى أيضا إصابة. الوثب كذلك طويل. وأيضا في الوثب طويل هناك انتشار لهذه الإصابات أيضا، وهذا ما كنت أتحدث حوله قبل لحظات أن هذه الإصابة خلع الكتف تنتشر في العديد من الأنواع الرياضية، قد يتعرض رياضي لحادث أو لسقوط. نستعرض الآن دكتور فيليب معك صور لكيفية علاج إصابات البعض فقط طبعا، وهي لكيفية علاج الكتف، نتابع مع بعض كيفية علاج طرق، وهي وتحدثنا من قبل دكتور فيليب مع بعض أنه في تطور دائم وهناك أبحاث علمية جديدة وطرق جديدة لعلاج الكتف، ماذا تقول في هذا الصدد؟ Alors là pour commenter ces images بداية للتعليق على هذه الصور، هذه طرق لاستخدام ضمادات على مستوى الكتف، وهي طريقة علاج جد فعالة من أجل التقليل من بعض الحركات المعينة أو من أجل علاج بعض العضلات التي تعرضت لالتهابات، وطبعا هذا لا يحل كل المشاكل وكل المعاناة ولكن جزء يسير منها، وهذا الضمادة ستمكن الرياضي من تخفيف الضغط مثلا على بعض العضلات عضلة الكتف. وهذه الضمادات يجب أن يكون مختص يعني معالج فيزيائي فيزيوثيرابيست هو الذي يقوم بهذه العملية. صحيح، نحتاج إلى شخص مختص حتى يضع هذه الضمادات في المكان الصحيح والموقع الصحيح. هناك طرق أخرى دكتور ما عدا هذه لمعالجة ما عدا العملية الجراحية يعني؟ ما بين الضمادات والعملية الجراحية هناك طرق علاج مختلفة لا نلجأ مباشرة إلى العملية الجراحية، هناك أيضا علاج فيزيائي وترويض، وهذا الشيء أساسي وضروري بالنسبة للرياضيين، وهذه طريقة العلاج تخدم بشكل كبير الرياضيين وتكون نتائجها أفضل من العمليات الجراحية. عندما نلجأ إلى العملية الجراحية فنحن نستنفد كل وسائل العلاج الأخرى، وفي هذه الحالة لا نضيع أي ثانية، ونعرف بأن التدخل الجراحي ضروري في أسرع وقت ممكن. هنا نشاهد على الصورة طريقة أخرى من العلاج، وذلك باستعمال الموجات ما فوق الصوتية، وهذه تعطي أيضا نتائج مشجعة على مستوى الكتف، وهذه تقنيات علاج فيزيائي شائعة ومنتشرة على مستوى علاج هذه الإصابات على مستوى الكتف، ونعالج من خلال الإصابات على مستوى العضلات. مع كل هذا طبعا الحديث عن إصابات الكتف واسع ومحاور كثيرة وفي رياضة مختلفة، لكن الوقاية حتى بالنسبة للعام يعني وليس فقط للرياضي المحترف، للعام يعني الوقاية مهمة لكي يعني نحمي أنفسنا من الإصابات، من إصابة الكتف مهم أن نعرف كيف نحمي أنفسنا من هذه الإصابات. الوقاية دائما خير من العلاج، ليس بالسهل أن نتجه باتجاه وقاية من هذه الإصابات، وعلينا أن نحافظ بشكل جيد على توازن في الحركات، حركات الكتف والعضلات المشكلة للكتف، وهذا يقلل من نسب الإصابة، وهذا في الواقع ما يقوم به المعدون البدنيون عندما يعملون مع الرياضيين ويقومون بتدريبهم على تقوية العضلات المحيطة بالمفصل، مفصل الكتف، لتفادي أي مشاكل وأي إصابات. وهذه التقنية وطريقة التحضير قللت بشكل كبير من إصابات على مستوى الكتف، طبعا ليس هناك ضمان 100% لأن
الرياضي في بعض الأحيان يتجاوز القدرة وقوة عضلة الكتف وتكون هناك بعض الأخطاء، لكن بشكل عام هل هي العملية تساهم بالتقليل من الإصابات؟ نتحول دكتور فيليب لاندرو من إصابات الكتف وهي كثيرة إلى إصابات الركبة وملفها كذلك ساخن، نتوقف عند هذه المحطة ثم نعود إليكم. فيليب لاندرو، تحدثنا في الحلقة الثانية من العيادة الرياضية تتذكر وكنت ضيفا معنا عن الرباط الصليبي. لن نتحدث في هذه الحلقة تحديدا عن الرباط الصليبي، سنتحدث عن رباط صليبي آخر وهو الرباط الصليبي الخلفي. ما الفرق؟ هل يتأثر كثيرا وما هي عواقب الإصابة والعمل حينها؟ هناك اختلافات كثيرة ما بين الرباطين. نتحدث عن صليبي لأنه لديه بنية على شكل علامة، ولذلك نقول بأنه صليبي. وتحدثنا في الحلقة الثانية كما تفضلت حول خطورة هذه الإصابة، إصابة الرباط الصليبي وضرورة العلاج مدة 16 حلقة. فيما يتعلق بالرباط الخلفي لديه قوة أكثر ولا يتم الاعتماد عليه بشكل كبير ولا يصاب الرياضيون أو الناس العوام بإصابات على مستوى هذا الرباط الخلفي. إذن نسب الإصابة هي 50 مقابل 1، 50 بالنسبة للرباط الصليبي مقابل إصابة واحدة للرباط الخلفي. ونرى أيضا الكثير من هذه الإصابات على مستوى حوادث الطرق، وأيضا هذا يوضح بشكل جيد أن بعض الرياضات الأخرى كالرجبي ورياضات القتالية عندما يكون احتكاك مباشر ففي هذا الوقت تكون إصابات على مستوى هذا الرباط. طبعا سنعود بالتأكيد للحديث أكثر عن إصابات الركبة بعيدا طبعا عن الرباط الصليبي وهو يعني ربما رئيس هذه الإصابات إن صح التعبير. دعونا نتوقف مرة أخرى مع الزميل أنيس محمد. وماذا عن إصابات الركبة أنيس محمد؟ الركبة هي المفصل الأكبر في الجسم، إنها أداة الوصل بين الفخذ وساق القدم، تعطي للجسم استقامته وقدرته على الحركة والتوازن، وتتكون من عظم وأربطة وغضروف وسائل، وتصاب إذا ما أصيب أي من مكوناتها. في حال أصيب الغضروف فإن الإصابة قد تكون التهابا مزمنا أو دائما، ويكون ذلك في حال التقدم في السن، ويظهر كثيرا على الرياضيين الذين يواصلون النشاط إلى مرحلة عمرية متقدمة، وتظهر أعراضه في صعوبة الحركة وسماع أصوات منطلقة من الركبة لدى الحركة. إصابة أخرى شائعة هي إصابة الأربطة، وأشهرها الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي، إصابات تنشأ عادة من حركة مفاجئة يؤديها الرياضي، وتتمتع إصابات الأربطة بسمعة سيئة لدى الرياضيين نظرا للوقت الطويل الذي تأخذه عملية التعافي، ما يقود لإنهاء المصابين لموسمهم باكرا. وفي بعض الأحيان تكون العودة بمستوى أضعف بما يقضي على مشوار الرياضي إلى الأبد.
إصابات أخرى شهيرة في عالم الركبة هي إصابات الأوتار، والتي تشيع لدى الرياضيين المتقدمين في السن أو لدى حدوث إجهاد حركي حاد للأوتار، وهذا ما يتكرر لدى رياضيي تخصصات القفز الطويل والعالي والقفز بالزانة وكذلك الجمباز. لكن التعامل مع إصابات الأوتار سهل نسبيا، إذ يمكن تقويتها بالتمارين وكذلك بحسن إدارة النشاط الرياضي ومدته. هناك إصابات أخرى للركبة قد تمس العظم كالالتهابات وانفصال جزء من الغضروف، لكن هذه الإصابات أيضا يمكن التعامل معها عبر برنامج طبي خاص يراعي حدة الإصابة والوقت اللازم للتعافي، ويمكن تقليل الإصابات بالنشاط الرياضي المحسوب والتعامل السليم مع الجسم عبر أخذ جرعات مناسبة من التمارين والمباريات التي لا تؤدي لإجهاد الجسم عموما والركبة خصوصا، باعتبارها المفصل الذي يقع عليه غالب العبء البدني للجسم. دكتور فيلي، تابعتنا معنا هذا التقرير، تعليقك على هذا؟ حاولنا طبعا أن نتوقف عند أبرز النقاط، إصابات الركبة. سنحاول ربما ترتيب هذه الإصابات. لدينا إصابات على مستوى مختلف الأربطة، تحدثنا حول الرباط الصليبي والرباط الخلفي الذي لا يتعرض بشكل كبير للإصابات ولا يخضع لعملية جراحية أيضا بشكل كبير. يتم معالجة هذا الإصابة على مستوى أو عن طريق العلاج الفيزيائي. ولدينا أيضا رباطين جانبيين، وفي غالب الأحيان لا نقوم بعلاجهما عن طريق التدخل الجراحي. أما الأربطة فهي لا تشكل مشاكل كبيرة كما هو شاهد بالنسبة للأربطة، ولكن بنفس الوقت عندما نتحدث أيضا حول التهاب الأربطة، هذا الالتهاب الشائع أيضا في المجال الرياضي إلى جانب تقطع هذه الأربطة إما بشكل جزئي أو بشكل نهائي، وهذا قد يشكل كارثة بالنسبة للرياضي إذا تقطعت حتى الأوتار بشكل جزئي أو بشكل كلي. وأيضا لدينا إصابات أخرى على مستوى عضلات المينيسك، وهي عضلات تؤدي دور امتصاص الصدمات عندما نقوم بممارسة الرياضة، وهذا أيضا قد يؤدي إلى مشاكل أخرى. أما الإصابات على مستوى الغضروف فهي أيضا شائعة، وعندما تكون إصابات على مستوى الغضروف نحتاج طبعا إلى حلقة كاملة للحديث عن الغضروف، لأنها إصابة شائعة ومنتشرة كثيرا ما بين الرياضيين، والدراسات الطبية لا زالت مستمرة من أجل تطوير طرق العلاج بالنسبة لإصابات الغضروف. إذا نرى هناك تنوع كبير لإصابات على مستوى الركب. وكما فعلنا بالنسبة لإصابات الكتف، بالنسبة كذلك لإصابات الركبة، هذه أبرزها وبعض ترافقها معلومات كذلك. We'll be right back.
دكتور فيب لوندرو، تحدثنا ولو بيجز عن الرباط، إصابات الرباط، هناك رباط آخر يتعلق بالرباط الجانبي الداخلي، هل هذا الرباط، هذه الإصابة تحديدا تتطلب جراحة وتدخل جراحي؟ إصابات على مستوى هذا الرباط أيضا منتشرة، ولكن لا نتحدث حولها بشكل كبير لأن التعافي منها يكون سريعا، ولا ننصح بشكل كبير بالتدخل الجراحي، ويجب أن نأخذ هذا النوع من الإصابات على مأخذ الجد إذا لم تكن ترقى العلاج جيدا في البداية، وإذا لم تأخذ هذه الإصابة على محمل الجد فقد تكون هناك مضاعفات، ولكن هذا النوع من الإصابات يبقى منتشرا أيضا خاصة في الرياضات الجماعية. الغضاريف الهلالية لمينيسك، لمينيسك لها أهمية كبيرة في ركبة الرياضي، ما هي أعراض الإصابة وهل تعد من الإصابات الشائعة وكيف يتم علاجها دكتور؟ هذه أحد الإصابات الأكثر انتشار لسببين، قد تأتي من ذاتها وقد يحدث التفكك على مستوى هذا العضلة، وأيضا تحدث هذه الإصابة عندما يكون هناك تقطع على مستوى رباط صليبي خلفي، وعندما يجتمع الأمران فيكون طبعا عن العلاج طويلا. ما هي علامات هذا الإصابة؟ طبعا انتفاخ الركبة وأيضا آلام شديدة على مستوى الركبة وأيضا تعثر حركة الركبة، قد نرى أن الرياضي لا يعد بإمكانه أن يحرك الركبة باتجاهات معينة، هناك أيضا إصابات أخرى لديها نفس الأعراض. ومن السهل تشخيص هذا المرض باستخدام تقنية التصوير المغناطيسي، وإما نقوم بعلاج يسمى بالعلاج محافظ، وذلك بالعمل على العلاج الطبيعي عندما تكون الإصابة صغيرة، وعندما يكون هناك مشكل كبير على مستوى هذه العضلة فنحن نلجأ إلى تدخل الجراحي ونحاول إصلاح ما يمكن. بالتأكيد سنتحدث أكثر عن إصابات أخرى وأنا أخرى لإصابات الركبة، وسنتحدث كذلك ولو بإيجاز مرة أخرى عن الرباط الصليبي، لكن بعد الفاصل لا تذهبوا بعيدا.
أهلا بكم معنا ضمن برنامجكم العيادة الرياضية. وعودة للحديث دكتور فيليب لوندرو عن الغضاريف الهلالية أو لامنيسك، هناك طرق علاجية حديثة وبإمكاننا أن يستفيد منها المصاب، ماذا عنها؟ Oui, c'est très important. من الهام أن نتحدث حول هذه الإصابات وعلاج إصابات الغضاريف الهلالية، لأن هذه الغضاريف تلعب دور الجهاز ممتص للصدمات، كما هو الشأن بالنسبة للسيارة مثلا. وفي الماضي كنا نحاول اقتلاع الجزء الذي تعرض للإصابة، ولكن بعد سنوات أخرى رأينا بأن هناك إصابات متكررة، وحاولنا في ما استلى هذا أن نحاول أن نقوم بعلاج هذه الغضاريف الهلالية، وحتى لا ننزع أي جزء منها، ونحاول دائما أن ننقد هذه الغضاريف الهلالية. شيء ليس بسهل، لأن في كثير من الأحيان نضطر لأن ننزع بعض الأجزاء. إذا تم تطوير مجموعة من التقنيات، تقنيات المنظار، ولا نقوم بفتح جراحي كامل على مستوى الركبة، ونكتفي بهذه التقنيات الحديثة. وبالنسبة للرياضي هذا دائما يشكل خبر سعيد وسيء في نفس الوقت. بإمكان الرياضي أن يعود للرياضة في شهر إذا تم علاج هذا العضو المهم، وإذا تم نزعه فهو لن يعود للممارسة الرياضية إلا بعد 4 أشهر. وتابعنا بأن بعض الرياضيين الذين قاموا بعملية النزع هذا الغضاريف الهلالية تعرضوا لإصابات مضاعفة في السنوات التي تلت تلك العملية. إذن نحن لا نركز فقط على عودة الرياضي بشكل سريع لحلبة التباري، ولكن نحاول أن نضمن له مستقبل رياضي طويل. في نفس السياق دكتور فيليب، هناك جزء مهم في الركبة قد يتعرض للإصابة وهو الغضروف لو كارتيلاج، هل هو مؤثر جدا؟ وهل لكم ان تلخصوا لنا مشاكل الغضروف بصفه عامه لو كارتيلاج؟ عندما نتحدث حول الغضاريف الهلالية يدفعنا دوما للحديث حول الغضروف. الغضروف هذا ما نراه باللون الأبيض على الصورة، وهو ذلك السطح الذي يغطي بعض العظام ويحول دون الاحتكاك. وعندما تكون هناك إصابة على مستوى الغضروف فنضطر إلى وضع أجهزة إضافية لحماية هذا الركبة، وهي تلعب أيضا دور أجهزة صغيرة لامتصاص الصدمات. وهناك نعود ونكرر ارتباط وثيق ما بين الغضاريف الهلالية والغضروف. إذا تمكننا ربما في بداية الأمر من علاج الغضاريف الهلالية، فقد تترتب إصابات أخرى على الغضروف الأكبر. بإمكاننا علاج الأربطة الصليبية، بإمكاننا أيضا زرع هذا الغضاريف الهلالية، ولكن على مستوى الغضروف نحن في مرحلة مبكرة، ونحن في إطار القيام بدراسات معمقة للوصول إلى حلول علاجية أفضل لهذا النوع من الإصابات. ونعلم أن هذا شيء جيد وأساسي أن نقوم بمعالجة هذا النوع من الإصابات على مستوى الغضروف. هناك عمل دؤوب، وهناك دراسات طبية واعدة في هذا الاتجاه، وعلينا أيضا ألا نغفل الإصابات الأخرى، ولكن التركيز ينصب على الغضروف بشكل كبير، لأن هذا سيشكل تحدي كبير في السنوات القادمة. قبل أن نذهب طبعا للحديث عن الرباط الصليبي،
بي مرة أخرى. أوتار الركبة للتوندون دكتور فيليب بدورها تشكل مشاكل كبيرة للرياضي، ما هي هذه المشاكل بإيجاز؟ لنتحدث أكثر عن أوتار الرضفة، ما يعرف بتوندينيت غوتوليان، وبقية الأوتار بالتفصيل، كيف يتم التصرف حينما تتمزق؟ الأوتار تعمل بشكل دائم ومستمر ويتم الاعتماد عليها بشكل كبير من قبل الرياضيين، وهي الأطراف إن شئنا الأطراف البعيدة للعضلات. إذا في أطراف العضلات نجد دائما أوتار. عندما نتحدث عن عمل واعتماد كبير على هذه الأوتار، فقد تترتب على هذا طبعا إصابات كثيرة، وقد تعود هذه الإصابات ربما لعدم التحضير بشكل جيد وعدم القيام بالحركات التسخينية الضرورية، أو إذا تم استعمالها بشكل كبير وما تفضلت به قد يؤدي إلى التهاب على مستوى أوتار الركوة، ويسجل الالتهاب على مستوى نقطة التقاء الركبة بهذا الوتر، وهذا أيضا يشكل عائقا كبيرا وعبا كبيرا بالنسبة للرياضي، وهذا نوع من الإصابات منتشر بشكل كبير ونعالجها بشكل دوري، ويشكل هذا أيضا مشكل كبير بالنسبة لأطباء مختلف الفرق الرياضية، ونقوم أيضا بتدخلات جراحية. دكتور فيليب، إلى الرباط الصليبي مجددا لجامو كروزي، وأجريت عمليات ناجحة جدا ولكم سمعتكم في هذا المجال. نتابع هذا التقرير عن الرباط الصليبي لجامو كروزي. قضت على مشوار البعض، ساهمت في تعطيل نجومية العديد من الأسماء. إصابة خطيرة لا تستعصي على الأطباء، لكنها تبقى الإصابة الأبرز والأخطر في عالم الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص. الرباط الصليبي هو أحد أربع أربطة تثبت الركبة وتمنع حركتها الزائدة. في الصورة التشريحية للركبة يوجد أربعة أربطة، اثنين على جانبينها لمنع الانزلاق الجانبي، واثنين متقاطعين على شكل صليب لمنع انزلاقها إلى الأمام والخلف وتأمين الثبات. رباط أمامي وآخر خلفي، والأمامي هو الأكثر عرضة للإصابة. الرباط الصليبي يقع في التجويف الداخلي للركبة ويمنع عظمة الساق من الانزلاق أمام مستوى عظمة الفخذ. يصاب نتيجة للدوران بعنف حول محور مفصل الركبة، وتزيد فرص الإصابة إذا كانت الركبة في وضع الانثناء. أكثر الإصابات تكون خلال الجري والقفز، إذ لا تتمكن الركبة من تحمل وزن الجسم فيحدث التقطع. ومن أسباب الإصابة ضعف العضلات المحيطة بالركبة بسبب ضعف التأهيل بعد العلاج من إصابات سابقة، الإجهاد المستمر، وعدم التناسق العضلي. عند الإصابة يحدث نزيف داخلي نتيجة لتقطع شرايين الركبة قبل أن تصاب بالتورم، يتم بعدها تحديد نوع العلاج حسب حدة الإصابة. فالقطع الجزئي يعني ضرورة الابتعاد لمدة تتراوح بين 3 أشهر و6، أما إذا كان القطع كاملا فإن المدة قد تصل إلى 8 أشهر بين التدخل الجراحي وإعادة التأهيل. دكتور فيليب لاندروم، كما تحدث زميلي محمد كمال في التقرير، إصابة الرباط الصليبي تتكرر ونحن هذه الأيام نسمع عنها كثيرا، تصيب لاعبي المنتخبات المتأهلة لمونديال برازيل 2014. الرباط الصليبي وصعوبة طبعا الجراحة وبعدها عملية التأهيل، ماذا يقول عنه الدكتور فيليب لاندروم وأنت جراح مميز في هذا المجال؟ تقطع هذا الرباط، رباط الصليبي الأمامي، تحدثنا حول هذا، ولكن يجب أن نكرر وأن نذكر بهذا الأنواع من الإصابات. نحن نقوم دوما بإصلاح هذا
الرباط، ولكن فترة العودة لحلبات التباري قد يصل إلى 6 أشهر حسب الرياضيين وحسب درجة الإصابة. الآن هذه الإصابة بالنسبة للاعب كرة القدم تأهل فريقه ومنتخبه لكأس العالم يشكل كارثة بالنسبة لهذا اللاعب على مستوى مسيرته الرياضية، وأيضا بالنسبة لفترة التعافي من هذه الإصابة، ولن يكون لديه ما يكفي من الوقت للتحضير والاستعداد لمنافسات كأس العالم. في أثناء نشاهد صور لعملية جراحية قمتم بها وهي وتقومون بالكثير منها، العملية الجراحية ليس هناك طرق أسرع للإرباط الصليبي دكتور فيليب؟ alors en fait on n'est pas obligé d'opérer toutes les ruptures du ligament croisé. لسنا مضطرين لقيام بعمليات جراحية بالنسبة لكل المشاكل على مستوى الرباط الصليبي. بالنسبة للناس العاديين بإمكانهم أن يعيشون بشكل جيد حتى من دون رباط صليبي، وذلك بفضل العلاج الفيزيائي. إذن هذا الرباط يدخل في حركات الدوران المفاجئ. مثلا عندما نتحدث حول لاعب كرة القدم من مستوى عالي من المنتظر أن يشارك في بطولة كأس العالم وأن يلعب من دون هذا الرباط، نعلم أن هناك حالات خاصة، ولكن أعتقد أن نسب نجاحها ضئيلة جدا. العملية الجراحية للرباط الصليبي دكتور بإيجاز ناجحة مضمونة بالأحرى؟ Non, c'est pas garanti comme toute chirurgie. ليس هناك شيء مضمون. لماذا؟ لأن هناك مجموعة من العوامل التي تتداخل مع بعضها البعض. يجب أن يكون الفريق على أعلى مستوى، وأيضا الرباط الذي نقوم بزرعه يجب أن يكون بالمستوى المطلوب، وأيضا قد تكون هناك بعض الآثار التي تترتب على هذه العملية الجراحية، ويجب القيام أيضا بالعلاج الفيزيائي حسب نصائح الطبيب وحسب ما هو مطلوب. ويجب على الرياضي وعلى المصاب أن يتتبع كل هذه النصائح بحذافيرها حتى يكون هناك تعافي. لذلك أعود وأقول بأن هناك تداخل مجموعة من العوامل على مستوى هذه الإصابة. تحدثتم عن أهمية العلاج الطبيعي وفي صور ترافقنا في هذا الحديث، بالغ الأهمية هذه المرحلة العلاج الطبيعي عملية التأهيل. C'est essentiel. C'est essentiel. كم نسبة دكتور فيليب بعد العملية الجراحية؟ كم نسبة الأهمية؟ 50% 60%؟ ما أقول لطالبي العلاج الذين يأتوا إلي، إذا كنا نريد أن نتحدث حول النسبة بالنسبة للوقت، فالعلاج الطبيعي يستغرق مدة أطول طبعا، ولكن هناك عوامل نجاح مختلفة. الجراح أولا والمعالج الطبيعي شيء أساسي، والعنصر الثالث هو طالب العلاج نفسه أو الشخص المصاب الرياضي المصاب. إذا هناك تكامل ما بين هؤلاء الأشخاص الثلاث، وعلى المصاب أن يعمل بشكل جدي حتى يتعافى من هذه الإصابة، لأن 6 أشهر من العلاج الطبيعي ليس بالوقت القصير، وقد يصاب الرياضي بإحباط خلال هذا الوقت. دكتور فيليب لون، قبل أن نغلق ملف إصابات الركبة، سؤال للمشاهدين للعامة لكل شرائح المجتمع، لمن يصاب يعاني من إصابة في الركبة أو كارتيلا، وطبعا تركب له ما يعرف بالبروتيز؟ كثير ما هناك مفاهيم يعني غير صحيحة حول تركيب يعني ركبة اصطناعية. ماذا يقول لوندرو في هذا الصدد ولو بإيجاز لمن يتابعنا، وهذا يخص العامة أكثر من الرياضي؟ en termes de grève ligament croisé antérieur. لا، بالنسبة لعملية تركيب البروتيز لأي شخص. de prothèse d'une façon générale. alors
بالنسبة لتركيب البروتيز هذه عملية طبعا رائعة تمكن الناس من استعادة حركات كانوا قد فقدوها وقد تمكنهم من الاحتفاظ باستقلاليتهم وتمكنهم من عدم الاعتماد على الكرسي المتحرك ولكن على الناس أن يستوعبوا أننا ليس بإمكاننا أن نعود أن نعيد للركبة صحتها الأصلية ونحن فقط جراحون وليست لدينا القوة المطلقة لإعادة الركبة على إلى مستواها السابق. إذن هذا النوع من العمليات يمكن الناس من المشي بشكل طبيعي ولكن عليهم أن يحذروا أيضا وينتبهوا. يجب تدريب الركبة وأيضا تقوية العضلات ويجب القيام بعلاج طبيعي كامل وجدي كما هو الشأن بالنسبة لي الإصابات على مستوى الرباط. إذن هناك عوامل ثلاث من أجل نجاح الجراح والمعالج الفيزي والمريض. أنت تنتمي إلى عائلة مستشفى سبيطار وأنت رمز من رموز الموجودة هناك. هناك في لندن وتبعد هذا المكان يبعد عن لندن 4 ساعات. إنه سان جورج بارك. صرح طبي رياضي ولمواهب كرة القدم. هناك كذلك أكاديمية العيادة الرياضية هناك تأثرت عندما شاهدوا سبيطار وزاروا سبيطار. فكان لمؤسس سان جورج بارك أن أسس إلى جانب أكاديمية كرة القدم سبيطار إنجليزي آخر. حسنا، سان جورج بارك شيء كبير الغاية. كانت في البداية مركز كرة قدم ولكن نحن نظرنا للأمر وتشاورنا فيما بعضنا البعض مدة 2 أو 3 مع كل من هم مقحمون في هذا الأمر ومهتمين به سواء صاحبي الأسهم أو الحكام أو المسؤولين عن الرياضة. كل من يمكن أن نفكر فيه كذلك نظرنا إلى أماكن أخرى وبلدان أخرى وجئنا بنظرة جديدة. وهنا كما ترون هذا لدينا ملعب داخلي، هناك مركز كرة قدم كذلك 12 ملعبا خارجيا، هناك فندق أيضا مع 28 غرفة، هناك أيضا إمكانيات طبية مصرحة من الفيفا، هناك العديد من التسهيلات في كل المجالات، كل شيء موجود هنا، أمر ممتاز ورائع للغاية في وسط إنجلترا. أعتقد أننا كنا البلد الأوروبي الوحيد الذي لم يكن لديه مركز كرة قدم دولي، وكان هناك بعض الغيوم حول هذا الموضوع وقد بحثنا جاهدا ونظرنا إلى كل المراكز حول أوروبا وملاعبهم وأراضيهم ورأينا ما فعلوه وما خلقوه وحاولنا أن نبتكر شيئا جديدا. هذا ما حاولنا أن نفعله نحن، لا بكل صراحة نعرف أننا قلدناهم بعض الشيء ولكننا طورنا في ذلك أيضا، جمعنا كل ما رأيناه حول أوروبا لنجد شيئا مخصصا للكرة الإنجليزية. الكرة الإنجليزية بالتأكيد لم ينجح الأمر كما تمنينا منذ البداية ولكن هذا مشروع على المدى الطويل بالنسبة للكرة الإنجليزية ولن يخلق فقط أول منزل إلى كل الفرق الإنجليزية 24 بل فرق النساء كذلك، فرق الشباب أيضا وكل المستويات الموجودة، ونحن فخورون بكل ما هو موجود حاليا وما نمتلكه في إنجلترا. ولكن الأهم من ذلك أو في نفس مستوى الأهمية التركيز على التدريب، أن نجعل التدريب فوق كل شيء. إنه برنامج واعد للغاية إذ أنه يستطيع المرور من الرياضة إلى المستوى العلمي. لدينا مختبر رياضي يساعدنا على اكتشاف كل الإحصائيات المتعلقة بجاهزية الرياضيين ومستواهم البدني، كما يمكننا تشخيص الإصابات عبر الأشعة. فنحن نمتلك هنا العديد من الإمكانيات لإعادة التأهيل لأن العديد من الرياضيين يأتون إلى هنا ويقضون فترات طويلة، لذلك علينا أن نرفه عنهم خلال تلك المدة.
العديد من المراكز أثرت علينا، ولكن هناك مركز مهم وهو أسباير وأسبيتار في قطر الذي أثر علينا كثيرا، وكانت لدينا علاقة إيجابية للغاية معهم، تواصلنا كما يجب مع زملائكم هناك. ويمكن أن أخبركم بكل صراحة أن أسباير هو الذي ألهمني والعديد من زملائي كذلك، ليس فقط بالنسبة للتسهيلات وطريقة تسيير الأمور وإدارتها، بل كذلك في الجانب الطبي الرياضي. عندما رأيت أسبيتار وكيف كان يعمل والتجهيزات الموجودة هناك، هذا أعطانا فكرة واضحة وصريحة عما يمكن أن نطبقه هنا، وأعطانا الثقة اللازمة لفعل ذلك. نحن الآن يعجبنا ما حصل لنا، والفيفا أعطانا نتيجة ممتازة بالنسبة للجنة التحقيق، هذا أمر إيجابي، وأسبيتار هو الذي كان إلهامنا الأول، وأتمكن أن ننسج على منوالهم ونعمل معهم، وأنا أشكرهم كثيرا. إلى أصدقائنا في قطر، ساعدونا كثيرا. دكتور فيليب لودرو، جميل أن يكون هذا التأثير الإيجابي، ومن أين؟ من دولة خليجية عربية، حيث سبيتار تؤثر على ظهور سان جورج بارك، وأين؟ في بلد كرة القدم في لندن، في إنجلترا. صحيح، سعداء بمتابعة هذا التطور الكبير. نحن سعداء أيضا أن يأخذ الناس الآخرون في قارات أخرى كمثال يحتذى به ويتعلموا منا، ونحن سعداء برؤية هذا النوع من المراكز. سبيتار ليس بإمكانه أن يعالج كل الإصابات، ومن الرائع أن نرى تطور وإنشاء مراكز من هذا القبيل، ونتمنى لهم كل النجاح في ممارستهم اليومية. كل التوفيق طبعا لهم، وكل الشرف طبعا لهذا التأثير الإيجابي من قطر، هذه الدولة الخليجية العربية، حيث سبيتار الذي رسم لنفسه مكانة عالمية على خريطة الطب الرياضي العالمي. نمط التغذية دكتور فيليب لوندرو هو كذلك له تأثير على الركبة، إصابات الركبة للعلاج طبعا أثناء عملية التأهيل، فالوزن بالغ الأهمية والحفاظ على الوزن ونمط التغذية كذلك، كما وعدناكم في هذه الحلقة كذلك وقفة مع الدكتور ريتشارد أليسون وفقرة أخرى من أجل نمط تغذية مثالي. Hi, today we're going to discuss carbohydrate. Last week we discussed the different food. مرحبا بكم، اليوم سنتحدث عن ما يسمى بالكربوهيدرات. بالأسبوع الماضي تحدثنا بشكل عام حول أنواع الأغذية، والآن سنتحدث عن الأغذية التي تمدنا بالطاقة حتى يتمكن الجسم من أداء مهامه على الوجه الأكمل. الكربوهيدرات هي عبارة عن نوع من السكر، وهي ذات أشكال مختلفة، السكر العادي والمعروف لدى الجميع، أي السكر ببساطة، اللاكتوز الموجود في الحليب، إلى جانب الفركتوز وهو سكر موجود في مختلف أنواع الفواكه. ما يسمى بالكربوهيدرات أو هذا النوع من السكر، عندما تدخل في سلسلة فهي تشكل مصدر للطاقة، وتوجد في الخبز مثلا، في الأرز، ومختلف أنواع الباستا. عندما نتناول هذه الأغذية يتم تفكيكها داخل الجسم ويستخلص ما يسمى بالجلوكوز، ويحتاج الجسم لمادة الجلوكوز حتى يعمل الجسم بشكل جيد، بما في ذلك الدماغ ومختلف خلايا الجسم، وتقوم مادة الإنسولين بالتحكم في كمية هذه المادة في مختلف أعضاء الجسم. وكما أسلفنا هناك مواد غذائية مختلفة تتضمن هذا النوع من السكر، الخبز الأبيض والباستا البيضاء، ولدينا أيضا الخبز الكامل والباستا الكاملة أيضا، وهذا النوع من المواد الغذائية الكاملة لديها امتياز مقابل الأنواع الأخرى التي هي كما قلنا بيضاء وتحتوي مواد كربوهيدرات إضافية. إذن ينصح بتناول الخبز الكامل مثلا على أن نتناول الخبز الأبيض.
carbohydrate foods than to eat. علاوة على ذلك الكربوهيدرات هو من المواد الأساسية في التغذية ويجب أن تشكل 50% من المواد التي نتناولها. إذن علينا أن ننقص من تناول المواد التي لا تحتوي على هذه العناصر الغذائية. وإذا لم يتوفر الجسم على الكمية الضرورية من الطاقة فسيحس الإنسان بالتعب ولن يكون بمقدوره أن يعمل بشكل جيد ولا أن يقوم بالتمارين الرياضية على الوجه الأكمل. إذن يجب أن نحرص على أن تكون هذه المواد الغذائية تشكل ثلث التغذية. بعض الناس ربما سيقللون من تناول المواد الغذائية التي تتضمن كمية كبيرة من الحبوب أو القمح، وبعض الناس ربما لديهم حساسية ومشاكل ولا يتحملون الجلوتين وعليهم أن يقللوا أو لا يتناولوا إطلاقا هذه المادة. And these people should seek the advice of their physician. كما قلنا كل هذه الأغذية التي عرضناها يحتاجها الجسم، جسم الإنسان بنسب معينة حتى نتلافى أي مشكلة على مستوى الطاقة وحاجية الجسم من الفيتامينات. إذن هذه هي المواد الغذائية التي تتضمن ما يعرف بالهيدروكربون، وعلينا أن نوزع هذه المواد على الوجبات الغذائية الثلاث: الخبز مثلا أو توست في الإفطار، والباستا أو الأرز في الغداء، ونفس الشيء في وجبة العشاء إلى جانب بعض الأغذية المتضمنة للفيتامينات وأيضا للمواد الطاقية. والأسبوع القادم سنتحدث على مواد ثانية من قبيل البروتينات. شكرا جزيلا. Thank you very much. التغذية مهمة جدا دكتور فيليب لوندرو، خاصة عندما نقوم نحن في بعد عملية جراحية أو في تأهيل أو حتى في حياتنا اليومية. Bien sûr, je ne suis pas nutritionniste. هذا صحيح، لست خبيرا في التغذية، ولكن استوعبت وفهمت منذ فترة طويلة أن هذا شيء أساسي في حياة الناس، ليس فقط في حياة الرياضيين. هذا شيء يجب أن لا نهمله. ربما بالنسبة للرياضي من أجل العودة إلى أرضية الميدان يتناسى الرياضي أهمية الجانب الغذائي. وبعيدا عن التغذية، إصابات هذا الأسبوع كثيرة، نتابع. دكتور فيليب لوندرو رئيس قسم الجراحة بمستشفى سبيطار، أخصائي جراحة الركبة والكتف، شكرا جزيلا لقبولكم دعوتنا، وبالتوفيق إن شاء الله. مشاهدي بيسبورتس، هذه ليلى سمتي تحييكم، ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.